اليوم يرضى يعيش في دار نسيبه لفتره معينه باش يقف على سقي ويشري دار؟ هذا هو سؤالنا اليوم في بارومتر الشارع. لا اكيد بالطبيعه ليه؟ ما ترضاش؟ مستحيل مهما كانت الظروف. مهما كانت الظروف في الشارع ولا دار نسابي. حتى كي يقولوا لك انا باش نعاونوك. انت حتى كان درا شنو يعملوا يكتبوا لي باسمي ليه؟ لا 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 اللي يحب يحترم روحه ويبعد على نسابه. ولا انا عشت في دار نسابي. لا تعيش في دار نسابك معناها بحجه انك يا اما تشري دار ولا تقف على سقي. ولا كي نسكن انا وياه في الشارع بالرسمي راه. ما عنديش هذا نسكن في دار نسابي ابدا. ما تقبلهاش. جامي. وانت تحبها ولا ما تحبهاش الفكره؟ لا جمله. انت ديجا مقتنعه برايه؟ اي لا حتى باش تقول تعيش بريود معينه باش تقف على سقيك ولا تشري دار وكل. لا ما نجمش نعيش في دار. انا عايش في برسك في دار نتابي في دار المراه. فهمتني؟ هاك عايش مالك؟ اي عايش اما ما نحبش. ماذا بيا حر. ماذا بيك لا؟ ماذا بيا لا؟ علاش انت هاك عايش مقلقينك في حاجه؟ مش مقلقيني. انا واحد من الناس نحب نعيش بعد على دار نسابي. اما هاك اليوم تعيش حسب كلامك تو. هي حسب كلامك او الظروف تحكم. ظروف تحكم ولا ظروف. وناوي باش تخرج منها الدار ولا لا؟ والله مره تدت في المراه تحب تبيعها مره تحب تكرهها قلت بيعها كريم. ما عندي ما قلقني حتى شيء. بعد يعايروك. مستحيل معناها. امبوسيبل تسكن مع دار نسابك. كانت اكسبيريونس قبل ولا فما شكون عاشها وقال لك رد بالك؟ ما نجمش نعيش. ما عشتهاش الجمله؟ لا ما نجمش نقول لك. معناها تحسك ملكوة نوعا ما ولا سامع حكاية. بالطبيعة مادام جاوبتك هكا مادام ملكوة. ملكوة. مش من المرأة ملكوة. لا لا من الكونسيبت. من تسمع فيه. من تسمع فيه فوالا من ريتو. من المبدأ ككل معناها. اكزاكتومون. فوالا دونك تقول فك عليا اختاني. بالطبيعة حتى المرأة ما ترتاحش لا. ماذا بكم وحدكم؟ هي المرأة في حد ذاتها ما ترتاحش. حتى في دار بوها. حتى في دار بوها ما ترتاحش. ما تلقاش ما تلقى روحها مرتاحة.